عشان النهارده ان شاء الله هنتكلم في المحاضره الثالثه، هنحاول اللي هو التحويل من انالوج لديجيتال سيجنالز. تمام، يعني ايه اصلا انالوج؟ يعني ايه ديجيتال؟ انالوج ديت بيبقى حاجه كونتينوس فانكشن كده، يعني مثلا بيبقى ليها عند تايم معين ممكن اقدر امسك لها فاليو، يعني مثلا عند التايم ده ممكن ايه نلاقي فاليو ليها. تمام، على عكس الايه الديجيتال. الديجيتال ديت ديسكريت سيت اوف فاليو. تمام، ايه هي دي المميزات بتاعتها سريعا كده؟ يعني ممكن هي كريت كومبلكس، يعني سهل ان انت تعمل حاجه معقده ويبقى في انتر اكتف مع. تمام، إيه سهل ان احنا نخزنها، التخزين بتاعها انا ما بيعتمدش على التايم ولا الديستانس. تمام، يعني ممكن ان احنا نعمل لها كومبريس، وسهل ان احنا نخزنها ايه على اي ستورج. دي بالنسبه للايه للديجيتال. طب طيب مثال زي ده الميكروفون. تمام، انا دلوقتي بتكلم صوتي ده انالوج. تمام، بتكلم الميكروفون بياخد صوت الانالوج دخله على الساوند كارد ده في سنسور. السنسور ده بيحول الانالوج لايه لزيروز وان اللي هي الديجيتال. تمام، العكس اللي هو البلاي باك ده اللي هو عكس الانالوج تو ديجيتال. يعني دلوقتي انا هحول من ديجيتال تو انالوج، الصوت اللي خارج من الساوند كارد بيخرج على 01 يخش على الساوند كارد، في سنسور فيها هيحوله الانالوج انا اسمعه من خلال السماعات، صوت مفهوم. تمام، دول بالنسبه للعمليتين، البلاي باك ده اللي هو ايه عكس الانالوج تو ديجيتال، ده العكس اللي هو معناه من ديجيتال تو انالوج. تمام، تمام، ده عشان احول من انالوج لديجيتال من خلال حاجتين، السيمبلاين والكوانتيزيشن. عكسها اللي هو بقى العمليه العكسها انتربوليشن. تمام، السامبلنج. ماشي، نمسك الاول ايه السامبلنج. السامبلنج قلنا ان هي عمليه بتحول من انالوج لديجيتال. ماشي، اللي هو من خلال ده عن طريق ايه؟ بان احنا بنقسم مثلا الديجيتال ديت مثلا لو قسمناها بصوا لفترات معينه مثلا لا ايه تي، شايفين الفتره ديت التي ديت. تمام، ده انا ببدا اقسمها لهكذا عشان مثلا ايه بقربها للشكل ده، يعني بحاول اقربها زي الشكل ده بالظبط. بمعنى ايه؟ ان التي دي اولا بتساوي طبعا ايه عارفين فريكوانس بيساوي 1 على التي، دي اللي هي المده معينه انا قسمت الاشاره بتاعتي لايه لفتره من الزمن، ففترات متساويه طبعا. تمام، فالفريكوانس بيساوي 1 على التي. طيب كويس، طب التي ديت لو كانت لو زياده طبعا الفريكوانس هيقل. تمام، فالسامبلنج السايز بتاعه هيقل، يعني بمعنى يعني تخيلوا التي ديت مده اطول كده. تمام، فالتمثيل معنى صح مش هيطلع صح، يعني مش هيطلع مقارب قوي ليه، لا ده هيبقى فيه ايه في فقد فيه معين. فانما لو كانت كل ما كانت التي اقل كل ما كانت فريكوانس اكتر. تمام، كل ما كانت الايه السايز احسن كل ما كان الكواليتي بتاعتي يعني شايف الشكل بالظبط، يعني هيبقى مقارب ليه اكتر، يعني مثلا الشكل ده مقارب للشكل ده اكتر، حتى لما رسم الخط الاحمر. تمام، طلع ايه يعني مقارب لده، على عكس ان التي لو كانت كبيره فهتبقى ايه في نقط ما بين كل نقطه ونقطه في مسافه، فهيبقى في ايه في اختلاف شويه. تمام، فهو هنا ده اللي مكتوب بيقول ان احنا لو فتره التي كل ما قلت كل ما التي قلت فالفريكوانسي زاد فالسامبلنج ايه هيبقى احسن، والعكس طبعا. تمام، الكوانتيزيشن. ماشي، بص باختصار كده الكوانتيزيشن هنشوفها من هنا، ده الشكل بتاعي انا عايز امثله، فبيقول لك انها بتتمثل بليفلز. الليفل دي زي الليفل ديت بيساوي 2 اس ايه عدد البيت اللي موجود عندي، بمعنى ده القانون بتاعها لان الليفلز بتساوي 2 اس بي. طيب هنا لو كان عندي 3 بيت بس، شايفين الشكل هو مقارب ليه. تمام، بس مش صح، لو 4 بيت هيبقى مقارب اكتر، يعني ده هيبقى احسن من ده، 8 بيت هيبقى مقارب اكتر واكتر. تمام، ايوه، عدد الليفلز بيساوي 2 اس بيت، يعني لو عندي 3 يبقى 2 اس 3 ب 8، 8 ليفل. تمام، ماشي كده الكونديشن. مثلا برضو الصوره دي بتعبر مثلا ان لو عندي 8 بيت الصوره واضحه كده، لو كانت 1 بيت تبقى باينري لا 0 1. تمام، فالصوره بيبقى فيها ايه فيها فقد شويه، مش هتبقى زي الاصل بالظبط، وهكذا مع الخمسه والاربعه كده، فبتلاقي الصوره ايه بتتغير اكتر واكتر. ماشي، ده مثال على الكوانتيزيشن. لو عندي سيكونس من الارقام زي دون، بقول لك اليونيفورم كوانتيزيشن بتاعه ب 2 بت. تمام، يعني البي هنا ب 2، عايز يحسب عايزك تكتب البيت ستريم وبعدين تحسب ايه الايرور. تمام، هنا بيقول لك هو قال لك 2 بت، طيب يبقى عدد الليفل كام؟ 4. تمام، 2 اس 2 ب 4. هنجيب ثواني، بصوا قانون هنا اللي هو الكوانتيزيشن ستيب بيقول لك ان هو الرينج على الان. تمام، طيب الرينج ده اللي هو ايه؟ بيقول لك اللي هو اصغر قيمه، بص اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه، فانا اكبر قيمه في دول اللي هم 900 ناقص اصغر قيمه سالب 300، يعني 900 ناقص 300
انا ما 900 زائد 300 الاقي ايه 1200. فانا كده حسبت الايه الار والان على الاربعه اللي هو الان اللي احنا لسه جايبينه اللي هو ايه عدد الليفل، يبقى ما نقسمهم هيدينا 300. طيب يبقى ده الستيب اللي احنا المفروض بنمشي بيه، تمام؟ دي كونتينيزيشن ستيب، ماشي. فانا دلوقتي اقل حاجه عندي سالب 300، هزود على 300، يبقى اول رينج بيعمل سالب 300 ل 0، تمام؟ ده اول رينج. ثاني رينج يبقى من 0 ل 300، ثالث رينج من 300 ل 600 ايه، وبعدين من 600 ل 900، تمام؟ الاثنين بت تمثيلهم ازاي؟ ايه 0 0 1 0 0 1 1 1، تمام؟ ده التمثيل اللي عندي. طيب هنبدا هنا، يبقى ده ب 0 ايه، ده 0 0 ماشي، ده 1 0 يعني ده مثلا 0 وده 1 ده 2 ده 3 اللي هو الايه عدد الليفلز مثلا 0 1 2 3، فمثلناها باينري بالطريقه دي. طيب نبدا نشوف بقى كل واحد بيع فيه، يعني مثلا ال 550 اللي كانت عندي دي في انهو رينج، ده في انهو رينج من دول، هبص لها بتاع ما بين 300 ل 600 يبقى ايه ايه 1 0 لا ايه 1 0. طيب ال 600 هنلاقيها واقعه فين؟ اهي من 600 ل 900، مالناش دعوه ب 300 ل 600، لا هي بتبقى بقى من 600 ل 900، تمام؟ يبقى ايه 11 اللي قصدي ايه 1 1 اللي هي الاثنين، تمام؟ تمام. إيه السالب 100 وهكذا 0 0، ال 150 0 1 واقعه ما بين ال 0 وال 300، السالب 300 تمام هتبقى واقعه فين؟ اللي هي في الاول هنا لا 0 0، 900 اخر حاجه طبعا، ال 0 برده في الايه؟ في ال 0 0، ال 850 كام؟ 850 بتاع ما بين 600 ل 900 اللي هي الايه؟ ال 1 1، تمام؟ الزيرو عادي هنا ممكن نعملها 0 0 او نعملها مثلا زي برضه ما عملناها هنا 1 1 اللي هو اللي هتبقى ايه؟ 0 1 من 0 ل 300 مش هتختلف يعني، تمام؟ طيب البيت ستريم بتاعي هيبقى بالطريقه دي، همثله بالطريقه دي، لا هنكتب الارقام دي جنب بعضها، يبقى انت كده جبت ليه؟ جبنا البيت ستريم 1 0 1 1 0 0 وهكذا على حسب بقى ايه؟ انا كاتب هنا. اوكي؟ ماشي. كده احنا عايزين جبنا البيت ستريم، هو بقى عايز تحسب حاجه اسمها ايه الايرور. طيب الايرور بتاعه بنحسبه ازاي؟ بالطريقه دي. مش ده البيت ستريم بتاع اللي احنا لسه جايبينه؟ تمام. ال 1 0 ده كان واقع فين؟ كان هنا فين؟ اللي هو 300 و600. هات الافرج بتاعهم، يبقى 300 زائد 600 على الاثنين بكام؟ ب 450، تمام؟ 450. طيب ال 1 0 ده كان بيمثل كام؟ 550. طيب والافرج بتاعك 450، يبقى حصل فقد قد ايه؟ حصل فقد ايه؟ 100 اللي هو 550 ناقص 450، يبقى في 100 هنا، ماشي؟ نفس الكلام نكمل تاني، مثلا ال 1 1، ال 1 1 ما بين ايه؟ قال لك 600 و900، طيب 600 و900 دول الافرج بتاعهم كام؟ هنبدا نحسب الافرج بتاعهم اللي هي 750 اللي هو 600 زائد 900 على الاثنين، تمام؟ إيه 750. طيب وهو كان بيمثل ايه؟ كان بيمثل ال 600، يبقى 600 هنا وال 750 يبقى في فقد 150، تمام؟ يبقى عندي هنا 100 و 150. طب ناخد ايه مثال مثلا زي 900 ده، ما هي 1 1 برضه، فهو الرينج هنا ايه 750. طيب 750 ودي 900 يبقى في برضه ايه زياده 150، زياده او فقد برضه ده اسمه ايرور، تمام؟ يعني مالناش دعوه بالاشاره، بمعنى انا طلعت كل حاجه هتلاقي في اشارات سالب عادي واشارات موجب عادي برضه، لما بنيجي نجمع بنهمل الاشاره خالص، تمام؟ فبنبدا نجمع عادي فبيدينا الايرور كلها 850، تمام؟ ونفس الكلام برضه لو قال على 3 بت هنروح نمثل ال 3 بت اللي هي 2 اس 3، تمام؟ يبقى عندي 8 ليفل، نفس المثال يعني لو 8 ليفل بنبدا هنا ال 2 اس 3 بنمثلها باينري عادي من 0 لحد 7، وبنبدا ايه نحل نفس الكلام بس بدل ما كنا شغالين 2 بت هنشتغل ايه 3. دي كوانتايزيشن. ماشي، احنا بنحدد مثلا ايه عدد البيت على اساس ايه؟ بيقول لك ان دي بتعتمد على حاسه التايب يعني نوع الميديا اللي انت هتستخدمها فيه، بمعنى انا لو مثلا لو خدنا مثال الاوديو ده، لو هعمل ريبريزنت للميوزك بيقول لك هنعملها في 16 بت، تمام؟ ليه؟ لان احنا عايز درجه النقاء الميوزك ما يبقاش فيه نويز في الصوت خالص، على عكس يعني مثلا انت لو بتسمع مزيكا دلوقتي وبتسمع صوتي دلوقتي هتبص هتلاقي هناك في الاغنيه مثلا هتلاقي الصوت واضح جدا عن اللي انا بتكلمه دلوقتي فيه نويز، ماشي؟ ده اللي هو السبيتش بيعمل ايه 8 بت بس، ففي فرق، فكل ما كانت البت اعلى طبعا زي ما قلنا كل ما كان البت اعلى كل ما كانت الجوده هتبقى احسن، سواء صوره سواء صوت اي حاجه، تمام؟ فيديو وهكذا. ده باختصار الايه الكوانتايزيشن. البيت ريت ده عادي اللي هو نمبر اوف بت في الثانيه الواحده، ماشي؟ ده القانون بتاعه. مثلا لو مثال زينا هنا زي مثلا الكلام بيقول لك ان السامبلنج ريت بتاعه 8 كيلو هرتز والكوانتايزيشن 8 بت، يبقى نضربهم في بعض نوصل على ايه على البيت ريت في الثانيه الواحده، تمام؟ يبقى 64 كيلو بايت ايه بير سكند،
تمام كيلو بيت بير سكند. نفس الكلام هنا 11 كيلو هرتز في 8 هتديني 88 كيلو بايت ايه بير سكند وهكذا. السامبلنج ماشي. تمام. هنا في نظريه عندي اسمها نيكويست نمبر، تمام؟ دي بيقول لك ايه، احنا عايزين النمبر الصح اللي هعمل بيه السامبل عشان اوصل للشكل ده. يعني مثلا ثواني، فاكرين الشكل اللي كان فوق اللي كنا شغالين بيه ده؟ شكل زي ده انا محتاج قد ايه علشان اوصل للشكل ده بالظبط؟ يعني الظبط اللي هو ايه همثله في كام بيت مثلا، تمام؟ فبيقول لك علشان تعرف حاجه زي كده، قال لك هو ده النيكوست نمبر بيديك الرقم الصح، تمام؟ ماشي. فبقول لك ان هو ايه بيبقى ضعف الفريكوانسي بتاعه. يعني مثلا لو عندك 10 كيلو هرتز الفريكوانسي، يبقى النيكوست نمبر بتاعك يبقى المفروض يبقى ايه 20. طب كويس جدا. طيب نفرض بقى انا لما جيت امثل الفريكوانسي ده، بيقول لك هنا ايه اللي هيحصل لو الفريكوانسي ده طلع اكبر من النيكوست نمبر. طيب هو بيقول لك هنا النيكوست نمبر، خلينا على الرسم هنا، النيكوست نمبر هنا مثلا 50 كيلو هرتز، لو مثلتها في 50 كيلو هرتز هيطلع لك نفس الشكل بالظبط. طب لو الفريكوانسي اللي انت طال عامله طلع اكتر، يعني طلع اكتر من 50، طلع مثلا 70. طيب 70، طيب احنا مش قلنا اللي هو 50 هيمثلها صح، يبقى 70 هيمثلها اصح كمان، يعني هيمثلها صح بالظبط، بس هيديني بايه زياده في المساحه، هيبقى عندي ايه زياده في المساحه، يبقى دي الاجابه بتاعتي، تمام؟ هو هياخد نفس السيجنال هيحولها لك بانالوج بالظبط نفس الشكل، تمام؟ بس هيبقى ايه في 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 مساحه زياده عندي في الموضوع، ماشي؟ طيب طب لو كان بقى الفريكوانسي اقل، طيب اقل اهو، يبقى المفروض ايه ما وصلش لل 50، انا مثلا 50 هيطلع الشكل بالظبط، ماشي؟ يبقى لو ال 30 هيطلعهم قارب، يبقى في حاجه هنا اسمها ايه، في فقد كده، في ايه فقد في الموضوع، ماشي؟ فده بنخش بيدي يعني ده بينتج عنه مشكله اسمها ايه الايسنج، تمام؟ الايسنج ما علينا. تمام كده. ده مثلا الشكل بتاعه إيه، لو في فقد وكده بيبقى في مشكله، يعني زي ما انتم شايفين كده الصوره واضحه. إيه مثلا هنا بيقول لك اللي هو اطار الطيران إيه مثلا إيه عجله العربيه وهي بتلف، لو انت بص عليها وهي ماشيه بسرعه هتحسها مش بتلف لقدام، لا ده بترجع ورا، ماشي؟ دي بيبقى نتيجه فقد ان السرعه مثلا بتاع العربيه عاليه، عينك مش مستوعبها، فبتلاقي في فقد في المعلومات وهي جايه لك، فبالتالي بتشوف ان ايه ان الاطار بتاعها بيلف ايه بيلف العكس، تمام؟ وهكذا. مثلا مثال زي ده الباترن القصادي ده، ماشي؟ انا لو عملت له روتيت بالطريقه ديت وعايز امثله، لو في فقد في المعلومات عندي على حسب البيت اللي انا مديها له، ساعتها هيطلعها لي بالشكل ده. ليه؟ لانه هو مسكها مش عليها بيت بيت، فيروح هنا زي ما احنا شايفين ايه هيشوف مثلا لون الشائع هنا اللون الاسمر ايه، فهيلون البيت كلها باسمر وهكذا، فبتطلع بالطريقه دي، فبيحصل ايه فقد في الموضوع هنا، تمام؟ الفلترنج، تمام. الفلترنج ده إيه عند انالوج فلتر وديجيتال ايه فلتر، ماشي؟ عادي. يعني الفلترنج هنا دي مثلا الانالوج اللي عندي داخله بالطريقه ديت، فبيمررها على المرحلتين دول اللي هو الانالوج والديجيتال، بيوصلني معايا للاخر ايه ان الحاجه تبقى مفهومه كده، تمام؟ زي بيقول لك اي بي سي تي اي سي وهكذا. طيب هو ليه ايه؟ بيقول لك ليك ثلاثه كاتيجوري بتاعك. قال لك لو باس فلترنج ده بيقول لك ايه؟ اللو باس ده بيمسح الهاي فريكوانس اللي بيبقى عندك وبيسيب اللو. الهاي باس ده بقى بيمسح اللو وبيسيب الايه وبيسيب الهاي. البوند الباند باس ده بيعمل ايه؟ ده بياخد رينج معين. يعني مثلا لو انت عندك السيجنال بتاعتك واخده من 0 ل 50، تمام؟ وانا بقى مهتم برينج معين، انا بس عايز من ما بين 20 ل 30، تمام؟ يبقى هو ده اللي ما بينه، يعني ده مش لا لو ولا هاي، ماشي؟ مثال على اللو والهاي وكده، اللي هي المثال اللي قصدنا ده، ماشي؟ ده بقى الانالوج اند ديجيتال فلترنج ميسنج، تمام؟ كان فوق هنا ايه؟ ثواني هنا كانت ايه؟ سيجنال، ماشي؟ انما احنا دلوقتي تحت ايه؟ بالفلتر عشان تاخد المميزات بتاع الاثنين، ده عكس ده. ده قصدي غير ده، مش عكس ده غير ده. يعني مثلا هنا بيقول لك ان الديجيتال بيبقى ايه سهل، يعني الديجيتال فلترنج ده اسهل من انالوج، ماشي؟ بيقول لك ان الديجيتال ده سهل في الديزاين والتستنج والامبلمنتيشن. بيحصل مثلا بارلل اند كاسكيد، مثلا مش الانالوج ده بيعتمد مثلا بالظروف، بيتاثر بالحراره والكلام من ده، على عكس الديجيتال. الديجيتال لا، مثلا مش هيتاثر معاه بالكلام ده خالص، ما عندوش المشكله دي، تمام؟ وهكذا، اقراها سهله.
وكده اعتقد المحاضره تمام خالص. ما اتمنى تكونوا فهمتم. شكرا.